ان شاء الله يا جماعه نكمل الجزء الثاني من الروماتيك فيفر. احنا اتكلمنا قبل كده في الميجور كرايتيريا. الميجور كرايتيريا لو ترجع ليها تاني بسرعه جدا كده، لان احنا برضو لازم تبقى فاكرها. كان بتجمعها كلمه كانسر. كانسر يعني ايه؟ اول حرف سي يعني كاردايتس، وقلنا حاجه بان كاردايتس، وبعد كده ايه ارس رايتس، وبعد كده الان نوديول، وبعد كده السي كوريا، وبعد كده الاي ار يعني اريسيما مارجينيتوم. ده الحاجات الميجور ايه كرايتيريا. في بعد كده في حاجات ماينور كرايتيريا، يعني حاجات علامات ثانويه مش مهمه قوي قد الميجور، ولكن اسمها ماينور كرايتيريا احيانا تبقى موجوده. طيب زي الماينور كرايتيريا برضو قال لك كلمه بيس، يعني كلمه بس انا ما بحبش دي، هي احفظوا كانسر بس اول يا جماعه. طيب الماينور كرايتيريا زي ايه؟ يقول لك برولونجد بي ار انترفال ان اي سي جي. طيب تعالى يا جماعه، الاي سي جي ده الاي سي جي مثلا، اي سي جي هنا ديت اللي انا حاطط عليها السهم دي البي البي. طيب وهنا ده اللي طالع لفوق دي ار، يعني المسافه دي، المسافه دي شايفين يا شباب السهم، المسافه دي اسمها بي ار انترفال، يعني مسافه، فدي اسمها بي ار انترفال. تمام، زي ما حضرتك شايفين كده وايد، يعني ايه المسافه طويله شويه، واسعه شويه المسافه. طب المسافه بتبقى قد ايه يا دكتور؟ المسافه زي ما حضرتك شايف ده مثلا نورمال اي سي جي اهو، ده نورمال اي سي جي، شايف النورمال اي سي جي، شايف تقريبا، شايف الحته العاليه دي بي لازقه في الار، جنبيها لازقه فيها ازاي؟ شايف البي لازقه في الار ازاي؟ البي لازقه في الار، هنا برضو البي لازقه في الار ازاي؟ يعني مفيش مسافه، صغيره جدا المسافه، ده النورمال، ده الطبيعي، انما على غير الطبيعي انها تبقى واسعه قوي كده. تمام، او مثلا زي هنا شايفين الاي سي جي ده، الاي سي جي ده شايفين، شايفين لا واسعه بزياده اهو، شايف، شايف الفرق بين البي هنا، البي وهنا ار، شايف المسافه واسعه شويه. طيب شايف يا جماعه مثلا هنا البي مقلوبه برضو بس بي، تمام، وهنا ار، البي وهنا الار واسعه شويه برضو، وهتلاقيها ايه، انما هنا بص يعتبر تقريبا لازقه فيه، ده النورمال اهو، البي لازقه فين؟ في الار. فاول علامه ممكن الاقيها في رسم القلب برولونجد بي ار انترفال. بس ركز بقى في الحته دي، الحته اللي انا هعلم لك عليها دي، بيقول لك هو دليل على ايه؟ لما لو انت لقيت البي ار واسعه معايا، يعني برولونجد بي ار انترفال، ده بسبب ايه؟ بسبب المايوكاردايتس. طب لو تفكر معايا، هو المايوكاردايتس ذات كانت احد يعني جزء من ايه؟ من البان كاردايتس. هي البان كاردايتس كانت تبع الايه يا جماعه؟ تبع الميجور كرايتيريا. فخد بالك بقى، انا هاجي اقول لك عشان تشخص، يعني طب لحد ما نشوف، لو يعني كلمة وتبقى يعني تفهمها لحد ما نوصل للجزء، لا يعني نجمعها. يقول لك انت لو لقيت مشكلة في القلب، لو انت لقيت مشكلة في القلب والمشكلة دي كانت تعد مشكلة ميجور، ما تحسبش الماينور قلب برضه، يعني انت تاخد القلب ميجور بس، ما تاخدوش تاني ايه ماينور. يعني مثلا انت لقيت ان القلب حصل له بانكاردايتس، بانكاردايتس يعني ايه؟ بيريكاردايتس، مايوكاردايتس، اندوكاردايتس. طب ما هو كده كده اصلا، ما انا بقول حصل له بانكاردايتس يعني حصل له مايوكاردايتس، يعني هيحصل له بي ار انترفال، فما تعدهاش تاني حاجه، يعني ما تقوليش اصلا انا دلوقتي عشان اخد اشخص الحمى الروماتيزميه اقول لك انا عايز حاجتين، فما تجيش تقول لي اه ده انا خدت المايوكاردايتس كميجور كرايتيريا وخدت البي ار انترفال كماينور. لا، ما هو البي ار اصلا مترتبه على المايوكاردايتس، تحسب مره واحده، تعدها مره واحده. طب هنشوف، هنجمعها دلوقتي. خلاص يا جماعه خلصنا منين؟ من البي ار انترفال. بعد كده الاي اس ار، الاي اس ار يعني سرعه الترسيب. سرعه الترسيب طبعا زي ما انت عارف نون سبيسيفيك، يعني ايه يا جماعه نون سبيسيفيك؟ يعني هتلاقيها زايده في اي حاجه، ليس معاك في اي حاجه. ايه الحاجات اللي في الالتهابات، في الانفكشن، في الاوتو اميون يعني الامراض المناعيه، هتلاقيها برضو زايده معاك في الـ في الـ في التيشو ديث، يعني زي مثلا زي ما حضرتك مثلا تلاقي مايوكاردال انفاركشن جلطه القلب، تلاقي مثلا اي اس ار عالي فيها. طيب
وخد بالك عشان كده الاي اس ار ما بتشخصش امراض، الاي اس ار بتابع بيها فولو اب تاني. الاي اس ار ما بتشخصش ايه يا جماعه امراض، ليه ما بتشخصش امراض؟ لانها كلمه عامه بتزيد في معظم الامراض، انما تتابع ايه؟ تابع فولو اب. ازاي؟ افرض مثلا واحد عنده يا جماعه لوبس، يعني ذئبه. طب اللوبس دوت انا شخصتها بحاجات تانية كتير، طيب وشخصت واتاكدت ان دي لوبس، طيب عايز اتابع العلاج بتاعي جايب نتيجه مع اللوبس، او عايز اعرف ان اللوبس زايد قوي على الست دي دلوقتي، اروح عامل ايه يا جماعه؟ اروح عامل سرعه ترسيب. سرعه ترسيب لو عاليه قوي يبقى انا علاجي عايز اتظبط، عايز ازود جرعه الكورتيزون، عايز الست كده عايزه تبقى كنترولد اكتر. طب لو الاي اس ار بتاعها متظبط او قريب من نورمال، لا يبقى احنا كده ماشيين على العلاج زي الفل والست كده في الامان. فاهمين يا جماعه؟ هو دوت معنى الايه؟ الفولو اب. طيب الارسترالجيا، الارسترالجيا احنا قلنا الجيا يعني بين، يعني الم. الارسترالجيا يعني الم في الركبه، واحنا فرقنا المره اللي فاتت الم في المفاصل بصفه عامه، واحنا فرقنا المره اللي فاتت الفرق بين الارسترالجيا والارسترايتس. الارسترالجيا يعني توجع، الارسترالجيا يعني رجليك توجعك بس. يجي الطفل يقول لك انا ايه رجلي بتوجعني يا دكتور، ركبتي في القلبه مثلا الكوع كده يعني. انما الارسترايتس معناها لا، يقول لك يشتكي ان رجليه بتوجعني، وانت كدكتور تلاقي ساينز كمان زياده، ايه هي؟ رجلي المفصل محمر، سوولين يعني في تورم، تلاقي حط ايدك على المفصل تحس بسخونه هوتنس، كل الحاجات تلاقيها جنب الالم اللي هو بيشتكي منه. ده الفرق، يبقى الارثرايتس اعم واشمل من الايه؟ من الارثرالجيا. طيب والسي رياكتيف بروتين، السي رياكتيف بروتين ده برضو حاجه كده زي الاي اس ار، بتزيد برضو في حاجات كتيره. السي رياكتيف بروتين بيزيد في حالات الانفكشن، فاحنا كده بتزيد في حالات كتيره في الانفكشن السي رياكتيف بروتين. فيقول لك ان السي رياكتيف بروتين مش هيشخص لي الحمى الروماتيزميه، ولكن برضو يمكن ان انا اتابع فولو اب الحمى الروماتيزميه. يعني انا مثلا عايز اعرف ان الحمى الروماتيزميه دي متظبطه بالعلاج او مش متظبطه، اروح اعمل اي اس ار او سي رياكتيف بروتين او كلاهما الاثنين. لو الاثنين رافعين جامد، رافعين معايا جامد، يبقى الحمى الروماتيزميه نشاطها زايد بزياده، يبقى انت لازم تظبط علاجك معاه. طيب هو العكس صحيح. الفيفر يا جماعه يسخن، الولد ده يسخن، طبعا هيسخن طبعا لانه هو سبب الحمى الروماتيزميه، هو التهاب في التونسلايتس، التهاب في اللوز بجروب اي بي تايمولوتي، فده كده كده اصلا هيجي اصلا المريض بتاع اللوز بيبقى درجه حرارته عاليه جدا، ممكن توصل 40 درجه، فكده كده هيسخن يعني. طيب احنا عندنا تعالى بقى للتشخيص. يبقى احنا عندنا حاجات ميجور كرايتيريا ودول الماينور اللي احنا اتكلمنا فيهم. تشخيص بقى الحمى الروماتيزميه، الحمى الروماتيزميه يا جماعه ليها حاجات ميجور وليها حاجات ماينور. طيب ايه حاجات الميجور تاني؟ اللي هو الايه؟ القلب والمفاصل يعني القلب لو كلمه كانسر، اللي هو القلب والمفاصل والكوريا والنوديولز والاريسيما مارجينيتوم، دي حاجات الميجور. طيب الحاجات الماينور، حاجات الماينور اللي احنا لسه قايلين الاي اس ار والسي رياكتيف بروتين مثلا والفيفر والحاجات دي كلها اهي، والارثرالجيا والبرولونجد بي ار انترفال. طيب حلو قوي، تعالى بقى نشوف تاني. احنا عايزين نشخص ونقول ان ده حمى روماتيزميه، ما لازم لنا ايه؟ لازم لنا اتنين ميجور. خلي بالك هنا بيعتبر فعلا زي فعلا زي ذكر كده مثل حظ الانثيين، فبيعتبر ان الميجور، لان الحاجات الميجور اهم بكتير من الماينور، فبيعتبر الواحده ميجور تساوي اتنين ماينور، فيقول لك انا عايز اتنين عشان اشخص بيهم الحمى الروماتيزميه. يا اما علامتين ميجور، يعني مثلا الاقي المفاصل والقلب بقى كده علامتين ايه؟ ميجور. بس المفاصل يبقى ارثرايتس، لان الارثرايتس ميجور انما الارثرالجيا ماينور. خد بالك، يبقى انا عاوز الاقي ايه؟ اكشف على الطفل ده الاقي رجليه مورمه وملتهبه ومحمره وفي سخونيه في رجليه، والقلب بقى متبهدل بان كاردايتس، يبقى لا ده يبقى ده اتنين ميجور كرايتيريا. انما لو ما لقيتش الاتنين ميجور، يبقى انا احتاج واحده ميجور ها واتنين ماينور. تمام قوي. بشرط، احنا قلنا بشرط ايه؟ انك لو انت خدت القلب الكاردايتس، لو انت خدت الكاردايتس القلب ميجور كرايتيريا،
ما تاخدش البي ار اللي هي تبع القلب هنا ماينور كرايتيريا، يبقى انت كده ايه، لا تاخدها مره واحده في الميجو، يعني تاخد هنا القلب متعده هنا، ما تاخدوش اتنين في في الماينور كرايتيريا تاني. ونفس الموضوع انت عندك الارثرايتس دوت الايه الميجور، لو انت لقيت الارثرايتس ميجور كرايتيريا هنا ما تروحش تعدها لي تاني مره الارثرالجيا، لان الارثرالجيا هي جزء منين يا جماعه، من الارثرايتس. يعني انا عندي عيان، هو احنا ايه تعريف الارثرايتس؟ الارثرايتس هي عباره عن ارثرالجيا زائد شويه حاجات معاها سخونيه وتورم والكلام ده، صح؟ طيب يعني انا اي ارثرايتس اكيد هيبقى فيها الم، يعني اكيد فيها ارثرالجيا، صح؟ يعني اي ارثرايتس تشتمل على ايه؟ على ارثرالجيا. طيب يبقى انت لما تيجي تعدها لي واحده بس، تقول لي الركبه ديت عنده ارثرايتس، ديت ايه؟ ديت كده واحده ميجور كرايتيريا، وابدا ادور على حاجه ثانيه غير الارثرالجيا. يعني ما تقوليش بقى عنده ارثرايتس زائد ارثرالجيا، انت كده بتضحك عليا. دور على حاجه ثانيه زي القلب، زي الاريثيما مارجنيتا، دور على حاجه ثانيه. طيب ايفيدنس، بس خد بالك، افرض بقى يقول لك ايه، افرض انت لقيت اثنين ميجور كرايتيريا، مثلا المفاصل ارثرايتس وعنده بانكاردايتس مثلا، يعني هل ده يكفي ان احنا نقول ان الولد ده حمى روتزمية؟ قال لك لا، دول برضو ما لا يكفوا. ايه يا عم، ما اتنين ميجور كرايتيريا هم القلب ارثرايتس، القلب بانكاردايتس، والمفاصل ارثرايتس. يقول لك لا، لازم يتوفر الشرط الثاني، بدون الشرط الثاني ما تعدش ولا تدور على ميجور كرايتيريا ولا ماينور كرايتيريا. يعني اللي انا قلته كله ده في الهوا، اذا لم يتوفر، حتى انا كاتب بلس لازم الحته دي، ان يبقى عندي دليل اوف ريسنت ستريبتو كوكال انفكشن. قصده ايه؟ عندي دليل ان حصل له التهاب قريب بالستريبتو كوكال، اللي هي الجروب اي بيتا ستريبتو هيمولوتيكا ستريبتو كوكاي اللي بتعمل روماتيك فيفر. طب وانا ايه الدليل؟ ايه بيقول لك دليل؟ شوف، دليل مش ادعاء. يعني ايه؟ يعني ما تاخدش ان دليلك يبقى من فم الام الطفل، يعني ما تاخدش دليلك من قول ام الطفل، ده زوره كان مسدود يا دكتور الفتره اللي فاتت. لا، ده مش دليل، دي مش حجه، هي بتقول اسمعها وخلاص. انما في الغالب كل الحاجات اللي هم بيقولوها غلط اصلا، يعني اتعود على كده. كل الشكوى هتلاقيها شكوى غالبيتها اللي انت هتطلعها من البيشنت، هتلاقيها في الغالب انت لازم تمررها عندك على فلاتر، لان في معظمها بتبقى شكوى مضلله. طيب خلينا، يبقى هي ما تاخدهاش من الست. لا، انت هتعمل ايه؟ يا اما هتاخد كلشر من الطفل. طب سيب الكلشر دي، هقول لك بتاخدها ازاي. يا اما تودي عينه الدم في المعمل، تدور على حاجه اسمها انتي ستريبتو لايسين او تتر. تتر ده يعني مخدار. طيب يعني اختصارها اي اس او، حتى بنكتبها في المعمل تي، اختصارها كده اي اس او تي، او انتي ستريبت، او اي اس او، اكتبها اي اس او للمعمل او اي اس او تي. طب ايه اختصار الاي اس او تي؟ انتي ستريبتو لايسين انتي ستريبتو لايسين تتر. يبقى احنا ديت معناها ان ده ماده يا جماعه، ماده بتبقى مش بتطلع غير من البكتيريا اللي هي الستريبتوكوكال. فوجود الاي اس او تي معناها ان في دليل انك عندك، كان الولد ده عنده من فتره قريبه البكتيريا اللي افرزت الاي اس او تي، خلاص. طيب حاجه تانية اسمها سكارلت فيفر. سكارلت ده يعني لون قرمزي يا شباب. وليه سمي سكارلت فيفر؟ سكارلت فيفر ده فيفر بنلاقيه احيانا في الاطفال. طبعا فيفر يعني حرارته معديه، كمان معديه 38 ونص، ممكن توصل 39 او 40. طيب دي فيفر. طب ليه سموها سكارلت؟ قال لك السكارلت فيفر دي نتيجه الستريبتوكوكال انفكشن. يعني الولد يجي له التهابات في الزور، فتعمل له تصديد على اللوز والكلام ده، ومش يكتفي بكده، تعمل لي طبعا اللي جه على اللوز ده ستريبتو ايه؟ كوكال، ستريبتو كوكال انفكشن. طيب يعمل لي ايه؟ سكارلت فيفر. بعد كده ممكن تعمل لي بعد كده سكارلت فيفر، اللي هو من ايه، من دلالتها يعني ايه سكارلت؟ يعني قرمزي. طب ليه تسمى سكارلت فيفر؟
لان زي ما انت شايف اللسان اهوت عامل زي بيقول لك حتى الفراوله لون قرمزي زي ما انت شايف احمر داكن اهو لون قرمزي. الحبيبات اللي على اللسان ديت زي الحبيبات اللي على الفراوليه من بره، فعشان كده سموا اللسان ده سترو بيري تانك. سترو بيري تانك يعني ايه؟ لسان عامل زي الفراوليه. طيب يبقى انت تلاقي فيفر، تلاقي لسانه محمر قوي كده والحبيبات ظاهره فيه، وتلاقي الشفايف واخده نفس لون اللسان اللي هو السكارلت ده. تمام. ايه تاني؟ تلاقي زي راش، راش دوت يعني طفح جلدي زي ما انت شايف، والطفح الجلدي ده معظمه موجود في الترانك زائد الاطراف اللي ماسكه يعني الرقبه الاكتاف زي ما حضرتك شايف، هي دي السكارلت فيفر. فده مميز جدا ان انا الدكتور لما يشوف السكارلت فيفر واضحه كده قدام عينيه، ده دليل كافي من غير ما اعمل ان هو عنده الايه الستريبتوكوكال انفكشن من فتره، وهي اللي عملت له السكارلت فيفر. يبقى انا عندي دليل، ثلاث ادله عشان اعرف بيها، بدونهم يختل كل الشروط، بدونهم ما ينفعش اعد اي حاجه. ايه هم الثلاث ادله؟ الانتي ستريبتولايسين او تتر، ودوت الاي اس او تي ده الحاج ماده بتفرزها الستريبتوكوكال في الدم، السكارلت فيفر اللي احنا اتكلمنا عنها بقى اخر ثالث حاجه ومش بنستخدمها كتير، لان يعني اسهل حاجه تودع عينا المعمل اي اس او تي، ليه تاخد كلشر وتاخد وقت ليه؟ طيب بس هوريك بتعمل ازاي، الموضوع بسيط جدا. شوف الفيديو ده الكلشر. Then ask the patient to open their mouth and say. هيقول له ايه؟ اسك افتح بقك، طبعا بخفض اللسان زي ما حضرتك شايف، هي مدخله حاجه كده يعني زي حاجه في ايوه زي بتاع سداده الودان زي ما انت شايف فيها قطنيه، هتفضل تحك بقى التونسل عشان تنزل شويه تيشو في الايه؟ في القطنه ديت اهي، شويه تيشو طبعا انت مش شايفها بالعين المجرده، وبعد كده تبعتها بقى ايه يا جماعه المعمل، والمعمل يفضل يحللها ويطلع لك نتيجته بقى ايه قدامك كده، يعني عدها على ايدك من اول اسبوع فيما فوق، هي من 3 ايام يعني بس احيانا بتوصل لها اسبوع. طيب يبقى احنا عندي لازم شرط، يبقى ايه اسهل شرط يا جماعه؟ بدل ما انا طبعا السكارلت فيفر ممكن الطفل مش يجيني بالسكارلت فيفر، نادر لما بنلاقيهم، وفي نفس الوقت مش ما بقتش حاجه صعب ان انا اخد ثروت كلشر، والموضوع عندي بديل سهل، يبقى ايه اسهل حاجه؟ دايما هو ده اللي احنا بنعمله، الاي اس او تي بنكتبها دايما في المعمل اي اس او تي. عارف نروح كاتبين ايه دايما الحمى روماتيزميه؟ انا كدكتور مصطفى بكتب ايه مثلا؟ انا شكيت في الولد ده، الولد ده اصلا احيانا بيجي يقول لك ايه؟ امه كمان بتجي لك بالشكوى، الولد في نفس السن من 5 ل 15 سنه كده، تلاقي يقول لك رجليه بتوجعه وبيشتكي من ركبه كتير، هي ده اللي بيروح. احنا على طول بين طبعا تفضل انت تدور في الطفل هنا يمين شمال تسمع قلبه ما تلاقيش حاجه، برضو عايز تتاكد فنروح كاتبين بقى انت طالبين في المعمل اي اس ار صوره دم كامله، اي اس ار سي رياكتيف بروتين، اي اس او تي بنروح لاقيين الاي اس ار والسي رياكتيف بروتين الاثنين عاليين. الله، طب ما كده الاثنين عاليين، يبقى كده الاثنين دول يحسبوا بايه؟ ب 1 ميجور كرايتيريا. تمام، وعندي دليل الاي اس او تي عالي، يبقى الاي اس او تي عالي يبقى دليل ان انا عد، يبقى انا باقي لي واحده كمان ايه ميجور. انا بقى لو الولد ده عنده ارثرالجيا فديت عايز واحد، يبقى كده كمان عديت واحده ماينور، لا بس احيانا بيبقى عنده ارثرايتس، يبقى احنا كده ايه واحده ميجور واثنين معمل ماينور اتحسب واحده ميجور، فاحنا كده دخلنا خلصنا كل شروطنا. ايه بقى الكومبليكيشن يا جماعه؟ كومبليكيشن قال لك في حاجات اكيوت واحنا اتكلمنا فيها في اول بارت، ان ممكن يبقى هارت فيلير، ممكن اريزميا، ممكن هارت بلوك نتيجه ان انا بيحصل لي بانكاردايتس، البانكاردايتس ده بيأثر لي على بيعمل لي حاجه اسمها مايوكاردايتس زي ما اتفقنا. وفي حاجه اسمها كرونيك كومبليكيشن على المدى الطويل، طبعا هو لما تحمل لي اندوكاردايتس كان ليها اسم تاني فالفايتس، لانها بتصيب الصمامات وخصوصا الصمام الميترالي الميترال فالف، فهو طبيعي الطفل بيحصل له مشكله في الميترال فالف، هو مش واخد باله، مش ليه اي اعراض في الاول، يفضل مش محدش واخد باله محدش واخد باله على مدار سنين، يعني يحصل لي انلارجمنت في الهارت ويحصل لي هارت فيلير زي ما احنا عارفين، فعشان كده يقول لك كومبليكيشن اوف فالفال هارت ديزيز، الحاجات بقى كلها يعني كل الكومبليكيشن بتاع من ضمنها الهارت فيلير. فخد بالك الاكيوت كومبليكيشن هارت فيلير ممكن يحصل لك كاكيوت كومبليكيشن، يحصل لي حاجه اسمها مايوكاردايتس.
طيب انما على المدى الطويل ممكن يحصل لي هارت فيلير ازاي؟ لو حصل لي فالفولار ليجن، والفالفولار ليجن عملت لي هارت فيلير على المدى الطويل. بعد كده هنتكلم على الانفستيجيشن اهو، يقول لك زير از نو سبيسيفيك كونفيرماتوري تيست، يعني ما فيش تحليل واحد معين يعلى يقول لي ده حمى روماتيزميه. انت كدكتور بتجمع كرايتيريا، لذلك زي ما انا قلت لك انا بشتغل ازاي، بعمل بلاد كلشر الاقي ايه ليوكوسايتوزيس، يعني كرات الدم البيضاء عاليه، اي اس ار عاليه، السير اكتيف بروتين عاليه، الاثنين دول مع بعض اللي هو الاي اس ار والسير اكتيف بروتين، احنا قلنا الاثنين دول يحسبوا ايه، وان ميجور ايه كرايتيريا، صح؟ طب انا ينفع اعد؟ لا ما ينفعش اعد من غير ما تعمل الايه الانتي ستريبتومايسين او تتر اهو، تمام؟ حتى يقول لك النورمال بتاعه حد 150، انما لو في عامل تحليل لواحد كبير شويه عند 15 سنه مثلا، فلا يعني يبقى بوزيتيف امتى؟ يبقى معدي ال 250، انما في الاطفال لازم يبقى معدي ال 333 عشان تقول ان الانتي ستريبتومايسين او تتر ده عالي عندي. طيب يبقى احنا كده ايه يا جماعه؟ يبقى انا ايه؟ ده اهم شرط ان انا اعمل الاي سي او تي عالي، ابدا اشوف الاي اس ار عالي والسير اكتيف بروتين، يبقى انا كده عديت واحده ميجور كرايتيريا. هدور على واحده تانيه بقى ان انا ايه؟ اعمل ايكو على القلب، ممكن يبقى يطلع لي فيه مشكله، اعمل رسم قلب، اعمل اشوف اكشف على الولد ممكن الاقي عنده نوديولز لا قدر الله. ليه بقول لا قدر الله؟ لان احنا قلنا ان النوديولز بتبقى مقترنه بالسيفير كاردايتس، خدت بالك؟ لازم تبقى فاهم اريسيما مارجينيتم كده، ندور على حاجه تانية. طيب احنا بعد كده الحاجات الكاردياك اللي على القلب اهوت، عايز يدور على واحده ميجور كرايتيريا، عايز يعمل فحوصات على القلب يعني. قال لك ممكن نعمل اكس راي، بس بيني وبينك مين اللي هيعمله يعني؟ انا عندي مشكله في القلب اعمل اكس راي ليه؟ بس يعني يقول لك في انلارجمنت في القلب تلاقيه، واتكلمنا 1000 مره ازاي تعرف الاكس راي في انلارجمنت في القلب، عشان عيد تاني. الاي سي جي بقى رسم قلب ممكن تلاقيه في هارت بلوك، اه ممكن اريزميا، الهارت بلوك والاريزميا دول كانوا بسبب المايوكاردايتس، وممكن تلاقي برولونجد بي ار انترفال اللي احنا اتكلمنا فيها، والايكو تلاقي تضخم في عضله القلب، تلاقي في صمامات بايظه وهكذا. نتكلم ان شاء الله دلوقتي على التريتمنت، ولكن انا عندي قبل ما نتكلم على التريتمنت، انا عندي كهدف كدكتور ان انا احمي نفس احمي الطفل من 3 حاجات. ايه اول حاجه؟ هو ايه الترتيب اللي بيحصل معايا؟ الترتيب اللي بيحصل معايا يجي لي التهاب على اللوز بالستريبتوكوكال انفكشن، اول خطوه. تاني خطوه الالتهابات المتكرره دي تعمل لي حمى روماتيزميه. ثالثا الحمى الروماتيزميه تعمل لي اندوكاردايتس وتبوظ لي الصمامات، دي تالت خطوه، صح؟ يبقى اول خطوه انا كدكتور انا عاوز امنع من اول خطوه خالص، انا ده اهم حاجه. حتى بره بيشتغلوا كده، انا ليه ادخل الطفل اسيبه يدخل في الالتهابات اللي هو، طب ما اخلص من الاول ما اعمل تونسيلكتومي. يعني لو انا الولد ده هو ده معناها البرايمري بريفنشن، ان انا اصلا مش هخليه اصلا يصاب بالتهابات لوز. طيب عشان كده قال لك احنا لو الطفل ده بيبقى اللي بيجي له التهابات على اللوز مستمره او باستمرار، يفضل انك تعمل له ايه؟ ازاله سيلكتوي للوز، تشيله اذا اشيل اللوز اعمل اشيل اللوز. طيب بعد كده، طب افرض اول مره تجي له اللوز دي، اول مره تجي له اعمل بروبر مانجمنت يا اخي، يعني ادي انتي بيوتيك نظيف الجرعه كويسه وظبطها على قد الايه البروبر مانجمنت. طيب وتابع معايا عشان لو اتكررت تاني تشيلها، يبقى انت من الاخر ايه؟ عايز تلغي موضوع التونسل سواء تعالجها كويس او تشيلها في الحالات الكرونيك. طب السكندري بريفنشن، انت بقى طب انت فشلت، او مش انت كدكتور فشلت، هو جاي لك الطفل دخل خلاص جات له التهابات شديده على اللوز ودخل في حمى روماتيزميه، يبقى انت عاوز الحمى الروماتيزميه دي ما تعملش اي ضرر للطفل، ما احنا برضو مش هنسيبه. نعمل ايه؟ ندي حاجه اسمها بنسلين طويل المفعول، لونج اكتنج بنسلين، اللي هو البنزاسين بنسلين الريتربين. البنزاسين بنسلين او الريتربين، الريتربين ده الاسم التجاري بتاعه، هو عباره عن 1,200,000 وحده، يعني 1.2 مليون وحده، ودي بتتاخد من اسبوعين ل4 اسابيع، يعني من 15 يوم لشهر. لذلك اتفقوا قال لك ايه؟ ما ندي ما بينهم ده المتداول ما بيننا، بنديها كل 21 يوم، خلاص؟ ودي طبعا بتتاخد اي ام عضل،
عايزين بس نتكلم فيها لان فيها كارثه كده في الريتر بن. الريتر بن ده الامبول ده هيتاخد طبعا يعني انا الولد ده اتشخص ان هو محروم روماتيزمين، فانا هفضل اديله الامبول الريتر بن ده طول حياته الصح طول حياته. في بعض الناس يقول لك لا احنا ممكن نديها لمده 5 سنين بعد تشخيص الحمى الروماتيزميه، يعني سي ان الولد ده اتشخص حمى روماتيزميه عنده 10 سنين هنديها له لحد ما يوصل 15 سنه. في ناس قالوا لا احنا هنديها لحد 21 سنه، يعني 21 سنه في كل الاحوال، يعني الولد ده لما يقف عمره عند 21 سنه هنوقف الريتر بن. وفي ناس قالوا لا بص هنفضل نديها طول العمر. لحد دلوقتي ما تتعمل دراسات في الموضوع ده وما قالوش لسه ايه الصح، او كلها مدارس. ولكن اضعف الاحوال اضعف الايمان او الاوسط ان احنا ناخد الوسط، الوسط زي ما احنا خدنا ان احنا ما بين اسبوعين لشهر يبقى احنا نديها كل 21 يوم. فانا رايي ناخد الاوسط، يعني الحل الاوسط برضو ما بين اللي هو لا 5 سنين ولا ان احنا نديها له حياته كلها، لا يوقفها عند سن 21 سنة. يبقى 21 سنة 21 يوم، يبقى الحقنة دي نوقف بقى، يبقى احنا نثبت سن 21. وكمان خلي بالك تركيزها 12 قلبة ال 21، يعني ايه؟ يعني تركيزها 1 و2 من 10 يعني 12 قلبة ال 21. طيب وهتتاخد كل 21 يوم وهيتوقف على 21 سنة. يلا عشان تبقى معلوماتك بقى ايه نثبتها. مشكلة الحقنة دي يا جماعة، الحقنة دي بتعمل حساسية شديدة جدا، أنافلاكتيك شوك. وديت بقى لو الطفل دخل في حساسية وأنت بتدي الحقنة، صدقني قبل ما تشيل الحقنة من العضل قبل ما تقفل الحقنة هيكون الولد مات. طيب أنا يعني هنتكلم فيها بعد كده إن شاء الله نعمل إيه، بس إحنا دلوقتي يا ريت يتعمل اختبار حساسيه، يعني انترا ديرمال جوه الجلد. يا جماعه الناس بتعمله تحت الجلد، مش فاهم ازاي يعني تحت الجلد هيبقى تكنيك غلط وممكن يؤدي لنتائج كارثيه. اي اختبار حساسيه المفروض انترا ديرمال جوه الجلد. ده اول نصيحه بنصحها. تاني نصيحه ان الحقنه دي هيتعمل قبلها، مش في ناس بتاخد الحقنة الريتر بين ده بتعمل اختبار حساسية او قبل اول مرة بس، يعني يجي الطفل كده شخص حمى روماتيزمية او قبل اول حقنة بس يتعمل له اختبار حساسية، بعد كده ما يعملهاش تاني ياخدها على طول مباشرة. ده مشكلة وتسجلت حالات وفاة بسبب الموضوع ده. الصح انك انت كل 21 يوم تعمل قبل كل اختبار قبل كل حقنة اختبار حساسية عشان لا يصح الا الصحيح. طيب لو حصل حساسية هنتكلم بعد كده، وممكن على فكرة نعمل لها 10 دقايق بس نقول لك ازاي تنقذ العيان بتاع الحساسية ده، لان في ناس بتتعامل غلط جدا، بيبقى الموقف صعب، بيبقى فيه انقاذ، بيبقى فيه انقاذ لو انت اتعاملت صح وتستطيع انك تنقذ الطفل فعلا، تستطيع انك تنقذه. بس ازاي ندي ايه وندي ادويه ايه، ده اللي احنا هنتكلم فيه باذن الله. لان انا اللي انا شفت انا عمري لحد دلوقتي ما شفتش اي حد بيتعامل مع الانافلاكتيك شوك كما ينبغي، صح بتاعها زي الكتب ما بتقول. وعشان كده ما بلاقيش نتيجه، دايما اقول لك اللي حصل حساسيه مات وقتها. هنبقى نتكلم فيه ان شاء الله. طيب افرض انا عملت اختبار حساسيه، وطبعا في حاجه يا جماعه اسمها بنسلين في. بنسلين في ده نوع البنسلين الوحيد اللي بيتاخد اورال عن طريق الفم، والوحيد منه في السوق اسمه اوسبن. اهو اوسبن، واوسبن دي ليه تركيزات، يعني في الاطفال التركيز 400 الف وحده لكل 5 سم، 400 الف وحده، حتى يقول لك اوسبن 400 يعني 400 الف وحده لكل 5 سم، معناها كده. طيب وفي اوسبن 1000 وفي اوسبن 1500. هو بقى عايز، طبعا احنا مش محدش بيمشي على الاوسبن بصراحه، بس اقول لك 250 مللي جرام لكل 12 ساعه. يعني انا، طب انا ازاي يعني انا عندي مثلا القرص ال 1000 عايز اقسمه 250، اقسمه 4 حتات، طب هو اصلا مش مجهز لي. يبقى انا همشي بقى الطفل، ما عنديش غير ان انا امشيه على شراب عشان اظبط الجرعه، لذلك يعني مش مستخدم قوي.
عموما انا لو الطفل ده لا قدر الله عنده حساسيه من، انا بعمل له اختبار حساسيه لقيت عنده حساسيه، لو عنده حساسيه من البنسلين يبقى ما ياخدش لا بنسلين اي ام ولا ياخده الاوسبن اللي هو الاورال، لان كده ما عنده حساسيه من كل انواع البنسلين. ياخد ايه بقى؟ لو عنده حساسيه من البنسلين لينا حل، اه ليها حل، ناخد حاجه اللي هي اريثرومايسين، وده جميل جدا. الاريثرومايسين سيف جدا في الاطفال، في منه راس للكبار وفي تركيزات كتيرة جدا في السوق وسعره مناسب جدا. في اللي هو الأطفال تركيزه 200 مللي جرام لكل 5 سنتي، في تركيز الكبار 250 راس وفي 500 راس. طبعا انت بتاخد 250 مللي جرام لكل 12 ساعة كل يوم لحد ما توصل كام، 25 ايه لحد 21، 25 سنة، هو 21 سنة. بعد كده في حاجة اسمها تيرشري بريفنشن، يعني انا ايه يعني ده اخر خطوة بقى. يعني الولد جاله التهابات على اللوز وجاله حمى روماتيزمية وجالي الحمى الروماتيزمية عملت مضاعفات، يبقى انا احافظ بقى على الانفكتيف انتوكاردايتس، يعني ادي انتيبيوتيك ازودها شوية عشان امنع الايه الانفكتيف انتوكاردايتس. يعني مش برضو انا هفضل يعني اعمل على اقدر اعمل كيوراتيف. خلصنا بقى البروفلاكتيك، نبدأ في الكيوراتيف. يعني الولد ده لو في حمى روماتيزمية نشطة دلوقتي اعمل ايه؟ الولد ده يفضل مرتاح راحة تامة. الدايت لايت ميلز اند سولت ريستريكشن، يعني ياكل وجبات خفيفة ويمنع الملح خالص. ليه؟ لان انا خايف من الهارت فيلير، لان احنا قلنا ان ممكن يحصل لي اكيوت هارت فيلير، فانا محتاج اقلل الوجبات ومحتاج اقلل الملح، واحنا اتكلمنا بقى في الموضوع الهارت فيلير ده بالتفصيل ممل. الانتي بايوتيك بقى لمده 10 ايام. ال 10 ايام كل انا نفس الحاجات، بس خد بالك يعني انا المشكله في ايه؟ انا لو انا هستخدم الريتربين ازاي؟ انا بستخدم الريتاربين كل 21 يوم، انما هنا العلاج انا عايز علاج مكثف لمده 10 ايام، فعشان كده هنغير الايه؟ البنزاسين بنسلين او الريتاربين هنغيرها. هنغير هيبقى نوع جديد بقى، ده البنسلين المائي، الكريستالين بنسلين او البنزايل بنسلين، وده رائع يا جماعه، رائع فعلا رائع، يعني الناس اللي استخدمته. وخلي بالك بس ده بيخض الناس شويه بس رائع. يعني احنا يقول لك ايه، احنا لمده 10 ايام بنستخدم مليون وحدة كل 12 ساعة. والله من الحاجات اللي موجودة في السوق حاجة اسمها أكوابين، ده اسم تجاري البنسلين المائي، حتى قصده يعني انت عارف يعني التسمية جت ازاي، أكوا يعني مية باللاتينية يعني مية، وبن يعني بنسلين، يعني اصله معناها البنسلين المائي، فالتسمية كانت ذكية جدا، أكوابين، لذلك مش هتنساه. الأكوابين ده مليون وحدة كل 12 ساعة خلاص. وده بيتاخد اي ام تقريبا، لازم تاخد اي في، بتاخد اي في اه طبعا، ومش بيبقى منه اختبار حساسيه، بيبقى سيف جدا. خلي بالك الناس بتوصل انها احيانا بنكتب جرعات من الاكوا من 24 امبول في اليوم، متخيل؟ يعني احسبها انت بقى كل 4 ساعات هياخد كام امبول، فيعني سيف جدا تمام، ونتائجه رائعه بصراحه. طيب الاكوا من، طيب لو مش عايز، مش العين مش عاوز كده، نديله الاسبن لو هو عاوز ياخد اورال. والاسبن ده بقى برضو مش، يعني انا شايفه مش مناسب. الف ازاي هو عايز 250 مللي جرام لكل 6 ساعات، يعني افضل اقسم الجرعه برضو 4 ارباع، مش نافعه، مش نافعه يا جماعه. لذلك برضو اه ممكن الاسبن الشراب يمشي، اظبط الجرعات معاه، انما الراس مش ماشيه. لذلك انا بفضل دايما لو الحقن ما نفعتش، او اللي هي الكريستالان بنسلين، او في ان هو العيان مش عايز ياخد حقن، نمشي بعد كده على الايه الاريثرومايسين زي المره اللي فاتت، زي ما اتكلمنا الاريثرومايسين كل 6 ساعات، المره دي هنديله قرص كل 6 ساعات. طب هناك كان بروفلاكتيك قرص كل 12 ساعه، لا المره دي قرص 250 كل 6 ساعات، لان هنا كيوراتيف، يعني حصل لي فعلا في اكتيف روماتيك فيفر. وبعد كده نتكلم في نوع الانتي انفلاماتوري دراجز اللي هنستخدمها. في الاسبرين للارثرايتس، خد بالك اسبرين بحرف الايه تستخدم مع الارثرايتس، وفي كورتيكوسترويدز بحرف السي تستخدم مع الكاردايتس بحرف السي،
فيعني ما تتلخبطش خالص. يبقى الارثرايتس هنستخدم ايه؟ اسبرين. وانا بتكلم برضو في الارثرايتس الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم ان في دراماتيك ريسبونس لحالات الارثرايتس، دراماتيك ريسبونس حالات الارثرايتس مع الاسبرين. يعني ايه دراماتيك ريسبونس تاني؟ يعني الولد عنده التهاب ورجليه مولعه نار ومتورمه وكل الكلام ده، بس تديله الاسبرين بجرعته، الولد تاني يوم يجي بيجري زي الحصان. ايه يا عم اللي حصل؟ هو ده دراماتيك ريسبونس، يعني تحسن على غير الطبيعه. ايه الجرعه بس بقى؟ الجرعه يعني حتى، وده بقى يعني هقول لك بيحصل شويه حوارات كده. يعني مثلا انا افضل نوع، هو بيقول لك الاسبرين جرعته اللي هتدي للطفل 100 مللي جرام لكل كيلو جرام بير دي. طبعا هي هتبقى جرعه كبيره وتقسمها على 6 جرعات. جرعه كبيره، لذلك انا اخترت الاليكسوبرين. اشمعنى الاليكسوبرين؟ الاليكسوبرين ده يا جماعه الساليسليت، يعني اسبرين، ولكن الشركه اللي حطت الاليكس يعني المونيوم، يعني ماده قلويه عشان تعادل حموضه الاسبرين. فايه اللي يحصل؟ بدل ما الاسبرين ينزل واثر على المعده لانها هتديهم جرعات كبيره، وخصوصا برضو لو المريض عنده جاسترايتس كمان، يعني كمان عنده جاسترايتس، لا الاليكسوبرين ده كده بقى سيف لان معاه حاجه بتعادل قلويه الاسبرين على المعده. يعني بتستفيد بالاسبرين وما بتاخدش الاضرار بتاعته. في عند الاليكسوبرين، في اليكسوبرين عادي 75 مللي جرام اسبرين اللي هو فيه 75 مللي جرام، وفي الاليكسوبرين فورت. الاليكسوبرين فورت دايما لما تلاقيها في اي حاجه يا جماعه اعرف ان قصده الفورت، يعني ايه؟ مزود الجرعه. يعني الاليكسوبرين العادي 75 زي الاسبوسيد العادي 75، وعرفنا ليه انا اخترت اليكسوبرين مش اسبوسيد. طب الاليكسوبرين فورت قصده يبقى كده 300، يعني العلبه دي فيها 300 مللي جرام. طيب ما تيجي كده نحسب طفل، لو طفل مثلا عنده 30 كيلو، هو من 5 ل 15 سنة، اه ممكن يبقى 30 كيلو. طب 30 كيلو اضرب في 100، ما هو 100 مللي جرام لكل كيلو بردي، 30 في 100 يبقى انت عايز كام؟ ما انت بتتكلم كده في كام؟ 3000 مللي جرام. 3000 مللي جرام لو قسمتهم، انت عايز الطفل ياخد 3000 مللي جرام اسبرين على 6 جرعات. اه يعني انت تقسم ال 3000 على الستة ممكن يطلع لك حوالي 450 مللي جرام لكل ايه يا جماعة؟ كل 4 ساعات. لذلك هتقول للطفل ياخد من الاليكسوبرين فورت قرص ونص. ما هو القرص 300 يبقى 450 كام؟ قرص ونص. كل 4 ساعات. طبعا اول ما يروح للصيدلي كده، الست تروح للصيدلي: دكتور كاتب لي اليكسوبرين فورت اللي هو اسبرين 300، الاسبرين العالي اللي طفل ياخد منه مش عارف حوالي مثلا كام قرص يا جماعه في اليوم. يعني انا بتكلم حوالي مثلا مش عارف، بس ممكن عدي ال 10 اقراص يوميا، ياخد قرص ونص كل 4 ساعات. طبعا الصيدلي هيعمل حوار، وده دكتور مش فاهم، وده دكتور مش عارف ايه، وهيموت الطفل، وهتيجي الست تتخانق معاك تاني يوم. فدايما الطبيب، يعني احنا نطبق الجايد لاين يا جماعه، ونطبق الدراسات العلميه اللي عندنا، ولا نسمع مش تفهمش هنعمل ايه؟ يعني سيبها على الله. افرض بقى انت اديت الطفل الاليكسوبرين فورت اللي هو الجرعه اللي احنا اتكلمنا عليه، والطفل اتحسن في خلال يوم او اتنين، المفروض تسحب الجرعه بس تقللها بالتدريج. لو سمحت هتقلل الاتنين بالتدريج، يعني سواء الاسبرين او الاسترويدز لازم الاتنين يتقلوا بالتدريج، ولكن التدريج اكتر في الاسترويد، لازم بالتدريج قليل جدا، يعني تسحبها ببطء جدا. طيب الاليكسوبرين يقول لك ليه هتسحبها بالتدريج؟ قال لك عشان بيبقى لو انت سحبته مره واحده، الاليكسوبرين اللي هو الاسبرين، لو انت سحبته مره واحده هيرجع الرجل ملتهبه اكتر من قبل كده بزياده، كمان فجاه دراماتيك كمان، عشان كده يسحبها بالراحه عشان الرجل ما ترجعش تاني ملتهبه. الكورتيكوسترويدز فور كاردايتس، شخص في كاردايتس هتدي الكورتيكوسترويد. ايه الحاجات اللي موجوده؟ البريدنيزيلون ده الماده العلميه، في منه هيستاكورتين ده مشهور جدا 5 مللي جرام. انت هتدي الطفل مثلا 1 مللي جرام لكل كيلو جرام بير دي في 4 جرعات. يعني مثلا الطفل 30 كيلو يبقى محتاج 30 مللي جرام، يعني محتاج 6 اقراص من دول. مثلا تدي له قرص ونص كل 6 ساعات من الهوستاكورتين. طبعا برضو الصيدلي هيبهدل الدنيا، يا انتوا هتموتوا الولد ده، الطفل الراجل الكبير ما بياخدش الجرعات دي كلها.
المهم انك انت خلي بالك من رقم 4 في الاستيرويدز، يعني بنديها على 4 جرعات لمدة 4 أسابيع، يعني لمدة شهر، ونسحبها تاني في لمدة شهر تاني، يعني نسحبها لمدة شهر تاني. خد بالك بقى من المعلومة دي، لو انت مثلا الولد، حتى لو الولد عنده قلب مشاكل في الكاردايتس، بس لو عنده مشاكل في الكاردايتس ملوش ما عندوش مشاكل في الرجل، مش عنده ارثرايتس، هو عنده ايه؟ كاردايتس. فانت هتدي له ايه يا جماعه؟ كورتيكوسترويدز، ما كاردايتس كورتيكوسترويدز، اللي هو هتديها له على مدار شهر، وتسحبها بعد كده في مدار شهر، في خلال شهر كامل تفضل تقلل جرعه واحده واحده لحد ما ايه؟ ما تخلص. طيب وانت بتسحب الكورتيكوسترويدز لو سمحت ضيف معاها اسبرين، يعني كل ما تقلل الكورتيكوسترويد زود معاها اسبرين للطفل ده. طب ليه؟ هو الاسبرين دوت انتي ايه؟ انفلاماتوري، يعادل الايه؟ الاسترويد. فعشان يقول لك برضو عشان ما يرجعش القلب يلتهب تاني وتامن نفسك، فانت بتسحب الكورتيزون بتدي بداله انتي انفلاماتوري تاني ولكن سيف اكتر منه شويه، اللي هو الايه؟ الاسبرين. حتى لو هتدي بجرعات قليله مش زي ال 100 مللي جرام اللي احنا كنا بنتكلم عليه، يعني ممكن تدي له قرصين يا عم في اليوم. التريتمنت اوف كومبليكيشن بقى، لو حصل ديجيتاليز، لو حصل هارت فيلير، تدي بقى الحاجات اللي احنا عارفينها في الاول خالص، ديجيتاليز، دايليتور، دايوريتيك. بس خد بالك بقى، دي حاجه جميله جدا، اقول لك بص سبحان الله، الهارت فيلير تمام، الهارت فيلير الوحيده احنا عارفين يا جماعه ان من الهارت فيلير العادي، خد بالك من المعلومه دي، لو جاوبتها في الشفه هتاخد الفول مارك. الهارت فيلير العادي ممنوع منعا نهائيا انك تدي كورتيكوسترويد. ليه؟ لانها تعمل لي سولت ووتر ريتينشن اكتر، فتزود لي اللود على القلب اكتر، فتعمل لي هارت فيلير اكتر. ده بالعكس، ده الاسترويدز هي من المسببات الرئيسيه للهارت فيلير. طيب الا لو الهارت فيلير بسبب الا لو الهارت فيلير ده كان نتيجه للبانكاردايتس اللي نتيجه الروماتيك فيفر. سبحان الله، تدي بقى الحاله الوحيده اللي هارت فيلير تدي ستيرويدز فيها، وتلاقي ريسبونس ملوش حل، وتلاقي الراجل ده بقى زي الفل، الطفل ده بقى زي الفل معاك، هي الحاله دي، الهارت فيلير الناتج عن الروماتيك فيفر. فخد بالك، يقول لك يعني الحاله الوحيده اللي تدي فيها في الهارت فيلير استيرويدز ايه يا ابني؟ تقول له يا باشا اللي ناتج عن الروماتيك فيفر. في حاجه اسمها الكوريا، والكوريا ديت بقى احنا اتكلمنا عليها، الحركات اللا اراديه اتكلمنا فيها. بس يقول لك لو جالك من الحاله من الحالات دي، الامبول اللي يستخدم في حاجه في السوق اسمها هالوبريدول، بتفك الدنيا شويه، وفيها هالوبريدول اقراص، وده المفروض دكتور المخ والاعصاب اللي يتعامل معاها او العنايه المركزه تتعامل معاها مش يستخدمه. يعني انا عن نفسي عمري ما استخدمت الهالوبريدول. نشكركم يا جماعه، كده خلصنا كل الروماتيك فيفر. اتمنى نكون استفدنا يا جماعه، يا ريت نعمل شير وسبسكرايب ونعمل لايك ونعمل كومنتات. وقلنا اهم خطوه، لو في جروب على الدفعه فريت القناه لسه جديده، تعرفوا الناس، مشاركتكم معانا هي اللي تخلينا ممكن نعمل المنهج كله، كل يوم ممكن انزل لكم فيديو. اتمنى التشجيع منكم اكتر يا جماعه، ومتشكرين. نشوفكم على خير باذن الله رب العالمين.